السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله سهله وسريعه. لو محتاره تعملي ايه النهارده على الغدا، اعملي الاكله دي هتعجبك جدا جدا جدا، خصوصا الناس اللي بتحب القرنبيط او الزهره زي ما اخواننا في الخليج بيقولوه، او يسمى كمان الشيفلور في بلاد المغرب العربي. تمام، فهيبقى معانا اول حاجه دي زهره قرنبيط متوسطه الحجم. تمام، انا سلقاها وهرساها بالمنظر ده، بتتهرس كده رفيع قوي صغير قوي. تمام، تهرسيها نص هرسه مش قوي يعني، تهرسيها جامد. تمام، معايا هنا بصلايه كبيره مقطعاها كده، معايا هنا اربع بيضات، معلقتين كبار دقيق، طماطمتين متوسطين الحجم مقطعوهم كده مكعبات. تمام، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهنا معلقة كمون، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، وزي ما تحبي انتي بهاراتك عادي تضيفيها زي ما تحبي. وهنا معانا كزبرة خضراء وبقدونس. تمام، هنبدأ نشتغل اول حاجة على الاكلة دي على النار. هنروح نحط البصلة على النار في طاسة. تمام، هنروح نحطها ان شاء الله مع بعض. جينا هو هنا طاسة حطيناها على النار مسخنها، ونقوم حاطين على طول البصل. قبل ما احط الزيت او احط اي حاجة، بفضل ان انا احط البصل لوحده كده عشان تطلع الريحة منه، تطلع الغازات اللي فيه كمان، عشان ما يبقاش فيه حراق او تكون فيه ريحة البصل. الحركة دي بتقلبيه كده من غير اي زيت، من غير اي حاجة، بتطلع ريحته والغازات زي ما قلنا اللي فيه. كده تشوفي انه فيه كده ايه، دخان طالع، وهتلاقي الريحه بتاعه البصل كمان طلعت. احنا بندبله الاول. ندبله قبل ما نحط عليه الزيت. الخطوه دي براحتك، اذا انتي بتحبي ان انتي تحطي الزيت الاول براحتك خالص. حطيت الزيت اهو دلوقتي، وهبدأ اخلي البصلة تدبل معايا، وهقوم حاطة دلوقتي على طول الثوم المفروم. ونفضل نقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما ريحة الثوم تبدأ تطلع ويبدأوا يدبلوا. في كتير 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 مننا ما بيحبوش القرنبيط، ما بيحبوش ياكلوه بطريقته التقليدية اللي هي بيكون قرنبيط مقلي، مع اني مش عارفة ازاي الناس دي ما بتحبش القرنبيط. انا بعشق القرنبيط المقلي ده، انا لو اكل قرنبيط مقلي كل يوم مش هقول لا، ما عنديش مشكلة. خصوصا بقى اللي ما بيحبوش القرنبيط دول في الاطفال، الاطفال اغلبيتهم مش بيحبوا القرنبيط المقلي ده، فممكن الطريقه دي اذا عملتيها لاطفالك يحبوها وياكلوه، وبكده يكونوا استفادوا من فوائد القرنبيط. تمام، وبقت الطريقه برضو ايه، فيها تغيير تجديد عن الاكل التقليدي العادي. الاكله دي اسمها عجه القرنبيط، سهله واكيد الاغلبيه منكم عارفينها يعني، بس زي حالتنا كده بيصحوا من النوم مش عارفين يعملوا ايه النهارده، مش عارفين ناكل ايه النهارده، زهقنا كل يوم فراخ كل يوم لحمه، ف عايزين نغير، عايزين نعمل اكل كده ايه في تغيير شويه. تمام، دبلت كده معايا البصلة والثوم، هنقوم نازلين على طول بالطماطم، ويفضل ان الطماطم تكون متقطعة مكعبات كده، ما تكونش مضروبة في الخلاط، ده بيفيد وبيخلي الطعم افضل. في الوقت ده احنا المفروض نهدي النار
خالص لحد ما الطماطم بقى تنزل المية بتاعتها وتدبل هي كمان. هنهدي النار خالص ونستنى الطماطم لحد ما تنزل ميتها وتتسبك وتدبل خالص. في الوقت ده احنا سيبنا الطماطم والبصل يتسبكوا على النار. في الوقت ده هنبدأ نعمل مع بعض الخلطة بتاعت القرنبيط. هنحط اهو مع بعض 4 بيضات، وده بيعتمد على حجم القرنبيطة اللي انت هتستخدميها. لو هي قرنبيطة كبيرة او لو هتستخدمي اكتر من واحدة بيزيد طبعا عدد البيضات اللي انت هتستخدميها. فهي القرنبيطة دي قرنبيطة متوسطة الحجم، مش كبيرة قوي مش صغيرة قوي، فمش هتحتاج اكتر من 4 بيضات. وطبعا حتى لو عملتي قرنبيطة متوسطة ولقيتي ان محتاجة بيض تاني حطي بيضة تانية، ضيفي بيضة تانية مش مشكلة. هنقلبه كويس قوي. هنا بقى معايا زي ما قلت لكم 2 معلقة دقيق، ومعايا 1 معلقة كبيرة بقسماط. البقسماط ده هيخلي القرنبيط في الصينية مقرمش، هيديله بقى قرمشة حلوة قوي. خطوة جميلة هتخلي الصينية بتاعتنا مقرمشة وحلوة. تمام، نقلب كويس لحد ما الدقيق والبقسماط يختفوا خالص. عندك لبن بتقومي ضيفة حبة لبن، تضيفي حبة لبن. لو عندك لبن رايب او مش عارفة اسمه ايه، هو لبن رايب، لبن خاسر، بتضيفيه. معانا هنا 1 معلقة كبيرة بيكنج بودر عشان تدي ارتفاع حلو للصينية بتاعتنا. ملح بقى على قد ما تحبي. فلفل اسود. احنا طبعا البهارات دي هنحط في منها برضو مع الخلطة اللي هي الطماطم والبصل اللي على النار بعد ما الطماطم تتسبك. بس نحط هنا برضو تدي طعم. خلاص كده اوكي. هنضيف بقى القرنبيط او الشيفلور، اسمه حلو قوي بلغة اهل المغرب. ونقلب كده. احنا ما خلصناش لسه طبعا. الخلطة دي هنحط عليها خلطة الطماطم لما تتسبك كله كده مع بعضه. تمام اهو كده، احنا مش محتاجين بيض تاني. لو لقيتي الخليط اتقل من كده، تقيل ما فيهوش السائل ده، يبقى انتي محتاجة بيض تاني. تقومي حاطة بيضاية. نروح بقى نشوف مع بعض اللي على النار حصل فيه ايه. اتسبكت اهي خلاص، والطماطم نزلت المية بتاعتها
وخلاص دبلت اهي. هنقوم ضايفين البهارات، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، ممكن ما تحطيهاش كتير يعني، ما تحطيش كتير لو مش بتحبيها، والملح اهو. وهنقوم حاطين الكزبرة والبقدونس اللي حطيناهم اللي كنا مجهزينهم قبل كده. مش هنخلي الكزبرة والبقدونس يدبلوا خالص، يدوب بس تقليبتين كده مع الطماطم. ونقلب البهارات كويس قوي عشان ما تتجمعش في مكان واحد ويبقى جزء طعم ومبهر وجزء لا. لو عندك بهارات سبعه ممكن تحطي عادي اي بهارات بقى انت تحبي طعمها، تحبي طعم بهار معين في الاكل عادي ممكن تحطي. عايزه تزودي البقدونس والكزبره اي حاجه بقى انت ايه الكميات اللي تحبيها حطيها، تعملي على قد عيلتك، قد الحاجه اللي انت محتاجاها، قد الصينيه اللي انت محتاجاها. تمام كده خلاص نقفل عليه، نروح بقى مع بعض نحطه فين على خلطة القرنبيط اللي عملناها مع بعض. اهو رجعنا تاني بعد ما فضينا الخليط بتاعنا طماطم على القرنبيط اهو. نقلبه كويس جدا. خلط كويس قوي مع بعضه والريحه مش عايزه اقول لكم. ده الخليط بتاعنا اهو بقى جاهز معايا. تمام تكوني مجهزه هنا بايركس بالحجم اللي انت عايزاه على حسب حجم او على حسب الكميه اللي انت عملتيها، وتدهنيه طبعا زي كده بالزيت او بالسمنة. ونبدأ مع بعض نحط الخليط في البايركس. واحدة واحدة نوزعه. بايركس مدور، بايركس مستطيل، بايركس بيضاوي، اللي عندك. عندكش بايركس خالص مش مشكلة، اي صينية عندك هتوفي بالغرض. العجة دي في ممكن بدل ما تحطي قرنبيط تحطي بطاطس، تبقى بدل ما تكون عجة قرنبيط تبقى عجة بطاطس بنفس الطريقة بنفس الخطوات بالظبط، بس البطاطس تبقى مقلية. ننجز بقى، مش لسه نقعد نحط بالمعلقة تاتا تاتا بس كده اهو. نسويه كويس في الوقت ده زي الكيكة بالظبط، تكوني شغالة الفرن قبل ما تبدأي، مش قبل ما تبدأي قوي يعني، لا يعني قبل ما تخلصي بعشر دقايق مثلا، تكوني مشغله الفرن على درجه حراره 160 زي الكيكه بالظبط عشان تدخلي فيها البايركس على طول. اوكي كده تمام جاهز، هندخله الفرن على درجه حراره 160 زي ما قلت، وبعدين نطلعه بعد ما يستوي من تحت هنقوم حاطين عليه جبنه موتزاريلا على الوش، وبعدين ندخله ياخد تحمير كده بسيط على الوش، وبعد كده نشوف شكله النهائي بقى عامل ازاي. خليكم معانا. رجعت لكم تاني بعد ما اهي طلعت الصينيه من الفرن، حطيت عليها جبنه الموتزاريلا، شايفين جميله ازاي. نبدا نقطعها، الموتزاريلا بتمط. عايزه تقطعيها مش
بالشكل اللي تحبيه براحتك خالص. طلع واحدة. بسم الله. في هدايا انواع، هدايا بتجيبها بس ممكن ما يكونش على ذوقي كمان، بس عملت كده عليك. وهدايا بتجيبها بس ممكن ما تكونش مناسبه قوي. بس شكلها كأنها بيتزا جميلة. صنع مزاي موزاريلا اهي بتمط. ندوقها بقى. حلوة جدا. جميلة جدا. بهارات مظبوطة. كل حاجة فيها حلوة. طبعا هتاكلوها بعيش، تاكلوا جنبها خضرة مخلل، او عايزين تاكلوها كده بالشوكة براحتكم. شكلها جميل، مفتح النفس، قيمتها الغذائية عالية جدا طبعا. تمام كده ايه. وبكده يكون خلص معانا طبق النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من قناة مطبخ نيهو. شكرا جدا لمتابعتكم. شكرا. باي باي.